قررت اليوم أن أتشارك معكم همستي حول كتاب قرأته، الشطرنج هدية العرب إلى العالم، مقولة للكاتب الأمريكي ويل ديورانت، وأيضا عنوان لكتاب اليوم لمؤلفه عبد الحفيظ العمري. من خلال هذا الكتاب يحاول الكاتب أن يشرح لنا تاريخ ومراحل تطور الشطرنج، بدءا بالعالم الإسلامي الذي كان منقسما بين الإباحة والتحريم، وخصوصا في العصر العباسي مع الخليفة المامون، والذي كان بالمناسبة لعبا مخضرما، حتى أنه قال: الشطرنج بحر يمكن أن تسبح فيه النملة ويغرق فيه الفيل، مرورا بأحد أبرز وأقوى اللاعبين العالميين من أمثال غاري غاسباروف، بوبي فيشر، وروسي أنطوني كاربوف، والذي هزم فيشر في إحدى المباريات، وختاما بالبرامج اللاعبة للشطرنج مثل برنامج ديبر بلو والذي هزم غاسباروف في إحدى المباريات 3.5-2.5 لصالح غاسباروف. ولا ننسى أيضا آلة البارون النمساوي كامبلين والتي أطلق عليها اسم الأوتوماتون تركي. وختاما إن هذا الكتاب جاء لسد فراغ مهول في المكتبة العربية من حيث تاريخ الشطرنج، أصوله وطريقة لعبه.